بابولا في المقال. نعيد تاني ونقول عشان نسمع الناس الحقيقة فين. بيقول لك عندما أعطى السيد المسيح أولا الأنبا بولا، بيقول لك إيه؟ الأنبا بولا يتهم سيدها بالزنا مجاملة لابن كاهن. يا حبيبي، بيقول لك عندما أعطى السيد المسيح السلطان الروحي لتلاميذه الأطهار، هل كان يقصد أن يعذبوا بهذا السلطان أبنائه الذين قدم دمه المقدس فداء لهم وجعل من نفسه ذبيحة لهم؟ لقد جاء إلى الأرض لتكون لهم حياة جميلة وجديدة وليكون لهم أفضل، فلماذا يجعل من يحملون اسمه من رجال الدين أساقفة والكهنة الحياة عذابا ويستخدمون السلطان الكهنوتي ليسعدوا البعض ويركب البعض الآخر خارج حضنه وخارج كنيسته وهو الذي جاء لأجل المتعبين وثقيل الأحمال؟ كل هذه الأسئلة المؤلمة وغيرها طحنت قلبي، ده الكاتب اللي بيقول كده، وأنا أرفعها مع صرخات الزوجة المصلومة والتي تحتفظ باسمها واسم زوجها حفاظا على كرامتها التي دساها الأنبا بولا. لا، انت ما حطتش اسم الزوجة واسم الزوج، لاني واضح ان دي رواية ضعيفة. المهم، التي دساها الأنبا بولا اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية الذي يتحكم في منح حياة جديدة لمن يمنحه صق الزواج ويدسن الانسان الحي الذي يمنع عنه هذا الصق. لا ادري كيف يغمض للأسقف جفن وهذه القصص تحيط به من كل جانب، بل كيف يطلب الحل أثناء صلاة القداس من الشعب الذي يصلي خلفه وهناك صرخات ترفض أن تسامح ما فعله فيها. لكن الواقع أسوأ بكثير. هو بيقول كده، قصة هذه الزوجة لو تحولت لعمل درامي سينمائي لخرج الأقباط يتهمون السينما بتشويه الأقباط، لكن الواقع أسوأ بكثير من أي خيال، والأمر كله مثبت بالمستندات. ورينا يا عم الحاج، اسمها ميم ميم. يا سلام، اسمها ميم ميم، تزوجت من ابنة كاهن. واو يه واو، يا سلام، ده اسم عربية ده ولا رقم عربية؟ راعي كنيسة بأمريكا. طب ثاني حتة، قالت في شكوى لقداسة البابا تودروس الثاني، حضرت صاحبة القبضة والعظمة قداسة البابا المعظم تودروس الثاني، أتشرف بأن أعرض لقبضتكم المأساة التي أواجهها، وذلك على النحو المفصل كالآتي، حيث أنني أقيم في ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 سبتمبر 2005، تزوجت من الصيدلي واو يه ميم ابن الكاهن راعي كنيسة الأنديوس بأمريكا سابقا، هو بيقول القسيس، ولذا طفل عمره الآن 7 سنوات. وفي 29 إبريل سنة 2009، بعد كده 4 سنوات، أقام زوجي علي دعوى الطلاق وادعى فيها أنني مريضة نفسية وجسدية دون أي أسباب أخرى. وفي 31 أغسطس 2010، حكمت المحكمة بالطلاق طبقا لطلب الزوج ورفضت ادعاءاته وأعطتني حق حضانة الطفل حتى سن 18 سنة بعد أن تحققت المحكمة من سلامتي الجسدية والنفسية نتيجة للفحوصات والكشوف الطبية التي أجريت علي من أطباء معينين من قبل المحكمة. تركت باب الكنيسة والمجلس الإكليريكي الموقر عدة مرات على مدار 6 أعوام منذ بداية المشكلة حتى الآن، وللأسف لم نلقي مجيبا، يعني ما لقيتش إجابة. من كثرة الإلحاح وطرق الأبواب من خلال قساوسة الكنيسة بالأسكندرية في 9 سبتمبر 2010، علمت أن زوجي قد حصل على حق الزواج من الكنيسة عبر المجلس الإكليريكي، الأمر الذي يدعو للتساؤل، وخاصة أنه لم يتم إخطاري أو ولي أمري عن أسباب منح هذا الترخيص. إن هذا الترخيص الممنوح للزوج هو أمر يمس حقوقي وسمعتي، بل إنه يظلمني حيث لم يتم سماع أقوالي، بل تم الحكم علي والنيل من سماعتي وكرامتي. وكما علمنا أن المجلس يعطي هذا الحق في حالة الزنا فقط، والسؤال الآن، هل أنا مريضة نفسية أو جسدية كما ادعى بالمحاكم وفشل في إثبات ذلك؟ أما إنني أنا زانية، هذا الظلم الفادح الذي يحيك بي يدفع بسمعتي وشخصي بالإهانة والتجريح، ويظلل بحياتي بالتعاسة بما يلحق بسمعتي أمام ابني في المستقبل. لذلك فإننا نلجأ لقداستكم، لعدالتكم الحكيمة، للتفضل بإعادة فتح الملف والتدقيق في محتواه وإعطاء كل ذي حق حقه.
خاصة إنني حصلت على تقرير من أحد المكاتب بأمريكا، والذي قيل أن الأنبا بولا قد قام بتكليفه بمراقبة، يا سلام هيرق بقصدي، وادعى إنني أسهر في بار وإنني زانية. وأمن العام الأنبا بولا فضيل قصده هو الأنبا بولا، الأمر الذي أعطى المجلس الحق في منح ابن الكاهن وزوجي الذي نملك كل المستندات بأنه مريض نفسيا تصريح زواج ثاني له. هو اللي طلع دلوقتي مريض نفسيا، فإذا كنت زانية لماذا لم يدعي علي زوجي بذلك؟ ولماذا أنتظر سنة كاملة بعد الحكم؟ ما تقدم كان ملخص قصة السيدة المسيحية في شكواها للبابا توادروس، أما التفاصيل فيسكنها الشيطان وترويها بنفسها قائلا: أثناء رحلة شهر العسل بأسبانيا وأثناء رحلة الطيران الأسبانية من جزر الكنيراي إلى برشلونة طوال فترة الطيران 4 ساعات، فوجئت بأن زوجي يعاني من ضيق في التنفس واختناق وتشنج وحدوث صرع وغيبوبة، فتم إحضار الإسعاف لنقله إلى مستشفى. يا ستي ما ممكن يحصل لأي حد بيركب طيارة، إيه المشكلة؟ برشلونة. فمكست يوما كاملا معه، وأفاد الأطباء بأنه يعاني من حالة نفسية، يا سلام دي تنفس حالة نفسية. وعند خروجه من المستشفى أخفى زوجي التقرير الطبي عني، أصلك ما تعرفتش طلعت من المستشفى ولا، يعني قمة الكذب. وقد اعترف زوجي بذلك بجلسة محكمة فاتشيكان في 6 مايو 2010، ولا تسمح أمريكا بأخذ أي تقارير إلا بموافقة صاحب الحالة، أو ده الكذب بعينه واسم الهيئة التأمينية. تكرر هذا الموضوع عند عودتنا للإسكندرية، ولما طلبت منه بعرضه على طبيب رفض زوجي ذلك. وقبل سفره لأمريكا أثناء شهر العسل دخل مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية في الفترة من 10/7 حتى 8/10/2005 لحدوث نفس الحالة له، فدخل مستشفى القوات المسلحة، وبعد خروجي رفض اطلاعي على التقارير الطبية، وكان يستدعي الدكتور وهبه الله لإعطائه مهدئات. وبعد سفري، طب ما جبتش ليه تقرير بقى من مستشفى القوات المسلحة في مصر؟ وبعد سفري بطفلي لأمريكا كان يحدث نفس الحالات السابقة، مصاحبا لهياج شديد، وكان يقوم بضربي وحبسي، ثم بعد هدوء يعتذر لي ويقول أنه لم يشعر بما فعله. وعندما أطلب منه الذهاب للطبيبة يرفض ذلك معللا أن ذلك بسبب التدخين. أصبحت بهذه الحالة دائمة، أو أصبحت هذه الحالة دائمة مرات في حياتي معه، تصحبها إجباري على ممارسة كذا كذا كذا، العلاقة الشرعية معه بالعنف والضرب والشتائم غير اللائقة والأوضاع الغير شرعية. بالإضافة إلى أنني فوجئت بأنه يقوم بتصويري بفيديو، وعندما كنت أحتج على ذلك كان يهددني بأنه سيأخذ ابني ويحرمني منه نهائيا. كنت أفاجأ به يأخذ طبلي وجميع متعلقاتي ومفاتيح السيارة الكريدت والتليفون المحمول، ويهددني بعدم العودة إلى المنزل. قمنا برحلة بحرية بسفينة لمدة 5 أيام في نوفمبر 2007 مع أخ زوجي وزوجته وابنه، فكانت زوجته اللي هي سلفتي تشرب الخمر بكثرة عادتها، وفوجئت بها تتطاول علي بالألفاظ والضرب، فلم أرد عليها بل شكوت ذلك لزوجي في حجرتنا، فضربني وهددني بأنه سيقوم بإلقاء من نافذة السفينة بالبحر، وطلب مني السجود على قدميه لطلب العفو مما اضطرني للاستجابة، ليه وانت عملت يا بنتي؟ لطلبه، ثم يقوم بضربي لممارسة الأعمال والعلاقة الشرعية أمام طفلنا الذي لم يتجاوز عمره 1.5 سنة. ده حوار مكتوب من سنين كثيرة. اكتشفت مجموعة من الصور والخطابات لامرأة معه في مراحل وأماكن مختلفة، الكلية بالإسكندرية وأوروبا، ثم وجدت صورة لنفس المرأة مع طفل ووالدتها مدون عليها رسالة منها: شوف يا بابا أنا حلو إزاي، سلم على تيتا فيفي وجده أبونا. ووجدت خطابات موجهة لزوجي توضح اشتياقها له ولهم جميعا. وعندما واجهته بهذه الصور والخطابات صار علي ثورة عارمة، وقام بتهديدي بأنه سيتخلص مني نهائيا، وتحذيري بأن لا أخبر شخصا أي شخص بذلك.
وأنه سيقول بأنني أتخيل أحداثا غير صحيحة. واضح أن دي الحقيقة، وأنني مجنونة. وقام بإخفاء هذه الصور والخطابات، وقد اعترف أمام المحكمة في جلسة 6 مايو 2010 بأنه كان يعرف هذه السيدة منذ سنوات دراسته، وقد طلب مني أخذ مهدئ لعدم الكلام في هذا الموضوع لأنه مفيد وأنه يقوم بأخذ هذا المهدئ، ولكني رفضت أخذه. ومن كثرة إلحاح يوميا يأخذ هذا المهدئ بدأت البحث عن هذا المهدئ، فوجدت أنه زينكس ونشر الدواء وتقرير دكتور ألب عن الدواء. بعد عودتي لأمريكا زادت الأمور تعقيدا، وذلك بسبب أنه حان وقت تقديم أوراقي لتحويلي من إقامة تابعة للزوج إلى إقامة دائمة ومستقلة دون شرط الزوج، وذلك طبقا للقانون الأمريكي. في هذا الوقت رفض زوجي بشدة وقال لي إنني لست محتاجة لهذه الإقامة، إن دوري انتهى، وأن ابني ستقوم أمه بتربيته مع والده، وأنني يجب عودتي بدون ابني إلى مصر، وذلك إرضاء لوالديه وتعويضا عن ابنهم أخو زوجي الأكبر الذي توفى، وتم تسمية ابني على اسمه بناء على طلبهم. الذي قد توفى فبكيت بشدة وإنهال علي بالشتائم والخبط في الحائط بعمر، وأصبحت الحياة شبه مستحيلة من إهانات وتهديدات. وتضيف أيضا أنه حدث موقف في أكتوبر 2008 ففي إحدى صورات العارمة والتعدي علي بالضرب والتهديد بالتخلص مني قام بأخذ كريدت الخاص بي من حقيبتي ومفتاح العربية وتليفون المنزل وجميع ملابسه في حقيبة، وصعد لأخذ ابني من سريره وهو نائم، فقمت بطلب البوليس لإنقاذ ابني ونفسي منه عن طريق الموبايل الذي كان في جيبي. وقبل وصول البوليس استدعى أباه الذي كان في زيارة ميتشيغان ومعه أخوه يستنجد بهم، وبدأوا يتهجمون علي بالألفاظ غير اللائقة، وقد حلف لي الأب الكاهن من خلال رفع ملابسه الكهنوتية وتهديد أنه سوف يخلص مني نهائيا بإدخالي مصحة، وهذا بسبب أنني تجرأ وطلبت البوليس. وعند وصول البوليس قام بإخراجه من المنزل، ولم أبلغ البوليس بأي عمل جنائي فعله زوجي، وذلك من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية، واعتقادا مني أنه سوف يكون ما فعله درسا له ويحترم بعد ذلك التعامل معي، لأنه يعلم تماما أنه كان يمكن دخول السجن بسبب هذه الأفعال. وتم إبلاغ أهلي في الحال، حيث أنني كنت في المنزل مع ابني، حيث أني أبي أرسل والدتي على الفور، وذلك لأنها هي الوحيدة التي كان لديها فيزا لأمريكا، من أجل الوقوف على الأمر من خلال وجودها ومتابعتها لنا بالتليفون. استجابت أمي وأبي لعمل مفاوضات للإصلاح فيما بيننا، وطلب زوجي ووالده الكاهن في ذلك الوقت أن يتم الإصلاح بعيدا عن الأهل، وذلك بواسطة مصلح أزواج حتى تكون جهة محايدة، وكذلك تستطيع الوصول إلى أحسن الحلول. وتكمل قصتها في ليلة اتصل بي زوجي مساء وهو في بكاء شديد، يقول أنه سيعود إلى المنزل وسوف يصلح ما أفسده الزمان. فقمت أنا بدوري في الصباح وذهبت إلى مكانه بالعمل الصيدلية التي يعمل بها في محاولة للإصلاح، وأنا بداخلي اعتقاد أنه نبدأ حياة جديدة دون مشاكل، واشترط علي أن يأخذني لعمل تحليل، وهذا لمجرد الاطمئنان وهي نورمال تشيك اب. وهو يقول لي انه عاوز يثبت محبته واهتمامه وخوفه الشديد علي، وفي نفس الوقت يريد معرفة مدى خضوعي له كزوجة، وهذا هو الشرط الوحيد لكي يعود معي للمنزل، وبذلك يشعر فعلا بعودة الثقة له كزوج. وبالفعل صدقت ما قالوا واستجبت لرغبته. استحبني زوجي للمستشفى لعمل التحاليل، هذا هو النظام بأمريكا. وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية كاملة دخلت سوشيال وركر تسألنا عن سبب حضوري إلى المستشفى، وتبلغني بأنني بصحة جيدة، وأن زوجي ادعى أنني حاولت الانتحار، وأنهم لم يجدوا في الفحوصات التي تمت علي ما يثبت ادعائه. وسألتني في تعجب ما هو السبب لحضور إذن المستشفى، فتعجبت من ادعاءات زوجي علي وانهرت في البكاء، وكنت في حالة ذهول وحزن شديدة من هول الادعاءات. وبدأت أحكي السوشيال وركر عن كل ما حدث،
فنصحتني بضرورة الانفصال عن هذا الرجل، وطلبت منها أن أبلغ أهلي عن الموقف لمساعدتي. وأثناء المحادثة مع والدي على التليفون للاستعلام عني، بدأ يهدد والدي بأنه في إجراءاته لإدخالي لقسم العلاج النفسي، مع تهديده بعدم رؤيتي إلى الأبد، وطلب بعدم الاتصال بي، وهو مستهزئ بأهلي ويضحك بطريقة هستيرية، ويظهر لي فرحته بعدم قدرة أهلي على إنقاذي مما هو مجبر عليه. انتهى الموقف بخروجي من المستشفى بنصيحة السوشيال وركر بالذهاب إلى مصلح اجتماعي حسب رغبتنا، وخرجت معه من المستشفى دون رغبة زوجي، وهو يسبني بأقذر الألفاظ والشتائم، وأنه يتوعدني بأنه سوف يتخلص مني وأنه سيحرمني من ابني إلى الأبد في حال قيامي بإبلاغ البوليس أو أهلي، وسيقوم بالشهادة هو وأهله بأنني مجنونة وأنني أعاني من حالات عصبية وهياج، وسوف يتخلص مني. ونقبل الحوار لأنه طويل جدا مع القصة القادمة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا